بخير يا جماعة، ويلكم في الساعة مع مرموش مع كابتن عمر، ومشكوره طبعا ان هو جه في السكادول المزنوق جدا بتاعه ده النهارده. واحب يعني كل واحد برضو عارف نفسه، وفي الاول يقول لنا كل سؤال، يعني اي سؤال صعب هو اكتر سؤال صعب هو جاوب عليه. احمد حسين، اكتر سؤال صعب اللي كان بالنسبه لي كان الحاجات اللي كانت في الاول برضو خالص في البدايات في الحته بتاعت وادي دجله وكده، دي كانت الاسئله فيها ما كنتش يعني حاجات برضو انا ما كنتش مركز فيها قوي برضو ايامها، فدي كانت بالنسبه لي خمنتها بقى ولا حصل؟ تقريبا يعني اللي هو بالشبه كده بالاحساس. نور حسام، اصعب سؤال بصراحه كان في سؤال عن اخر ماتش انت لعبته في وادي دجله قبل ما تحترف، ده كان سؤال صعب جدا بصراحه. انا حتى مش عارفه اسئله وادي دجله برضو. وادي دجله برضو اصلا كان صغيره يعني، كنت عندي 8 سنين مثلا او 9 سنين بالنسبه لي. ايوه صعب. روس سعيد، اكتر اسئله كانت صعبه اسئله وادي دجله وانت صغير، كنت عارفه حاجه خالص الصراحه. الاسئله الثانيه كانت كلها كانت لذيذه الصراحه. احمد فتحي، 25 سنه، الاسئله بتاعت وادي دجله برضه، مع ان انا كنت بتفرج على كوره ايامها، بس اخر حاجه عرفتها اللي كابتن ميدو عرض فيديوهات وطلعك، وبعدها بقى ابتديت اعرف الحاجات. انت بقى سؤال، الصيف اللي فات اتكلمت تقرير عن انديه ليفربول وارسنال وتوتنهام انهم تواصلوا معاك، دي حقيقه يعني العروض دي حقيقيه ولا؟ في الموسم ما ببقاش مركز قوي في العروض والحاجات دي، عشان بيبقى انت مش في ايدك حاجه، انت في ايدك الحاجه الوحيده انك هتلعب كويس، ولو لعبت كويس هيجي لك عروض. هي والنادي بيقولوا ان العروض دي كانت في الصيف، يعني في فتره الصيف. ما هي في الصيف بقى كان في النادي طبعا كانوا بيتكلموا وبيسالوا يعني، بس كل الكلام اللي في الاول قبل ما يكون في اي كلام جد، وان هم جايين يشتروني او جايين يشتروا لعيب، بيبقى كله مع الوكيل بتاعي. بس طبعا كنت عارف وداريان يعني ان في حاجه زي كده بتحصل، بس كنت مقرر ان انت هتكمل. لا ما كنتش مقرر، كنت بشوف بقى مستني ايه اللي هيحصل. يعني لو كان في عرض كويس كنت ممكن؟ كان ممكن بس الحمد لله انا قعدت يعني، ومبسوط اني قعدت في الاخر، عشان زي ما احنا شايفين القرار كان كويس، ويا رب يعني. ممكن سؤال اغرب، بتصلي استخاره في الحاجه زي كده ولا؟ الصراحه صليت استخاره يبقى عشان كده. يعني نادرا لما بنشوف حد في الدوري المصري في السن اللي هو الصغير ده، بنشوفه بيطلع بره كده على طول، يعني من قبل ما تبقى مشهور في مصر او قبل ما تبقى الناس عارفاك في مصر كتير. او كده بنلاقي على طول ان في محترف بره اسمه عمر مرموش، الناس بتتفاجئ بالموضوع ده كله على بعضه. فهي جت ازاي من الاول او الدنيا؟ هو في الاول ما كانش حد يعرفني قوي، يعني انا لعبت سنه في دجله، ممكن في الناشئين الناس اللي هم مركزين مع الناشئين وكده كانوا عارفيني، بس غير كده انا لعبت فريق اول سنه مثلا، وكان من بدري قوي كان واضح بالنسبه لي ان انا عايز اسافر باي طريقه، وانا سافرت على الرديف يعني، ما كنتش مسافر على الفريق الاول. فكان في ناس ممكن تقول لك ان ده زي خطوه لتحت، انك اصلا لعبت مع ناس اكبر منك ولعبت فريق اول ورحت فرقه رديف، بس الاجواء كانت مختلفه طبعا. هنا في مصر التمرين والاكل والنوم والعيشه كلها مختلفه عن ان انا اسافر لوحدي، ابقى عايش لوحدي من غير اصحابي. كانت صعبه قوي بالنسبه لي، بس انا كنت شايف ليا هدف، وكنت رايح وعديت اول سنتين كانوا تقريبا من اصعب السنين في حياتي، بس اول لما عديتهم الحمد لله يعني عرفت ان انا ابقى معاهم وابقى وسطهم وابقى بلعب كويس الحمد لله. اول ما سافرت خالص كنت بتعرف تتكلم الماني ولا بعد ما سافرت بقى بدات تتعلم؟ لا خالص، انا كنت قاعد اول 6 شهور مش فاهم ولا اي كلمه، وكان معايا واحد مصري في الفرقه ما بيتكلمش عربي حتى، فالموضوع كان صعب قوي. حتى كنت بنزل عايز اطلب حاجه، كنت عايش انا في بلد صغيره، فولفسبورغ دي 100,000 مثلا حاجه كده، حاجه يعني قد مش قد المعادي قدها 60 مره. فكنت بنزل مثلا اطلب قهوه، مش عارف اطلب قهوه، يقولوا لي طب يعني خد جنب كده عشان اللي بعدك مستني، استنى شويه كده. فاول لما مثلا كابوتشينو يطلع وما قايل لها او مشاور لها زي ده زيه. فالموضوع كان صعب قوي يعني. بس في مواقف تانية كتير يعني، اول مره اغسل لبس، فتحت الغساله حطيت اللبس وقمت مشغل ومشغل اللي هو الدراير عشان ينشف اللبس، جاي بطلع اللبس لقيته التيشيرت قد كده والسويت شيرت قد كده ما بيخشش في ايدي. الحاجات دي كلها
طبعا وانا بطبخ اول مره اطبخ بقى زيت وميه ومش عارف ايه حاجات المطبخ كان هيفرقع الحاجات دي كلها بنتعلم منها. لعبت مع فارس شايبي والياس خيري ومحمود داوود. هل وجود اللعيبه العرب في فرانكفورت فرق معاك؟ فرق معايا جدا، بالذات ان احنا قبل ما داوود يجي كنا احنا الثلاثه دايما في المنتخب بنسافر مع بعض، يعني احنا عارفين ان احنا مثلا عندنا كان عندنا امم افريقيا احنا كلنا مسافرين امم افريقيا، هم ما بيتكلموش عربي، بس لما داوود جه هو سوري وجاي من سوريا من زمان وبيتكلم عربي، فحسيت ان احنا قربنا لبعض قوي الفتره اللي فاتت، وهو طبعا لعيب كبير يعني لعب في دورتموند ده فارق في الجزء السبيريتشوال اللي هو يعني احنا طبعا فارق كتير. فارق كتير، يعني دايما ساعات بنصلي مع بعض ونروح مثلا نصلي الجمعه مع بعض، الحاجات دي بتفرق، ان حتى لو انا عندي اصحاب في الفرقه بس لما يبقوا في عرب عارفين احنا عارفين يعني الدين عندنا من اكبر الحاجات، وطريقه الكلام والعيشه بتاعتنا والحاجات التقاليد اللي احنا بنعملها غير اي حد اوروبي تاني، حتى لو انا عندي اصحاب كتير من اوروبا، بس بتبقى زي ما انت بتقولي تفرق بقى في الحته اللي هي النفسيه دي. عملت عمليه في ايدك كانت فتره صعبه قوي، ممكن نعرف دلوقتي ايدك عامله ايه والدنيا بتعمل معايا ازاي يعني كده؟ كويسه، اهو في الجرح لسه، ايدي طبعا الدكتور قال فاضل 14 شهر او حاجه عقبال لما اقدر احركها. 14 شهر؟ عقبال لما اعرف اعمل بيها كده، يعني انا اخري كده دلوقتي. كانت صعبه بس كان بالنسبه لي اهم حاجه ان انا اعمل العمليه بسرعه عشان اقدر ارجع الملعب، وكان المفروض العمليه تبقى ساعه، قعدت 3 ساعات وكانت صعبه الصراحه، بس الحمد لله ايدي احسن بكتير. اول ماتش كان ضد ليبيا، اول ماتش دولي صح؟ كان ايه الكواليس يعني؟ قرار السكيورتي وش قال لك ايه، او مين كمان فرح باللي انت في التشكيل الاساسي او دعمك او كده؟ ما فيش، كنا احنا كنت انا في المانيا، انا فاكر كنت خارج مع اصحابي رايحين ناكل، وانا خلاص اللي هو البريك بتاع الانترناشونال بريك، انا عامل حسابي ان انا ما فيش منتخب سني، الفريق الاول لسه ما كلمنيش، احنا رايحين نخرج رايحين ناكل بالذات فتره المنتخب الاولمبي كان فيها مشاكل، فاحنا قاعدين بناكل مره واحده لقيت رقم غريب بيكلمني، رقم مميز يعني مش فاكر 0130 حاجه كده يعني، فعرفت ان هو حد كبير، فجاي برد لقيت كابتن وائل جمعه بيكلمني، قال لي انا كابتن وائل جمعه، وانا بالنسبه لي ازاي كابتن وائل جمعه بيكلمني في التليفون، كنتش صدق نفسي، فقال لي خد المدرب عايز يكلمك، فقال لي محدش بعت لي قبل كده، وقبل كده ما كنتش عارف ان انا جاي، فقال لي انت معانا في المعسكر وهنحجز لك التذكره وبكره تسافر وتبقى معانا، فانا اصلا اول لما وصلت كان بالنسبه لي الموضوع يعني مش طبيعي، كنت ما كنتش مصدق نفسي. اول حد اعتقد قعدت مع صلاح كنت لسه في الفطار، فوصلت متاخر ونمت وبتاع، فانا ببص على البتاع طبعا فطار تقريبا 9:30 ل 11 حاجه كده، فانا بقى عشان مش قادر استنى اتمرن صاحي من 8:30 مثلا قاعد في الاوضه مستني الفطار، فروحت الفطار لقيت صلاح قاعد، طبعا كانت غريبه قوي ان انا ابقى قاعد يعني ما فيش حد على الترابيزه غيرنا احنا الاثنين، فبدينا نتكلم وكده، فما كنتش ما كانش في دماغي برضه ان انا هبدا الماتش، لقيت احنا جايين على الماتش، قبل الماتش لقيت على محطه تشكيله لقيت نفسي بادئ، فاول مره ابقى في المعسكر وابدا كانت برضه حاجه كبيره قوي. ما لعبناش ودي اعتقد قبلها، كان الماتش على طول، الماتش على طول انا بقى نزلت وجبت جون كمان، هو بقى اللي هو يعني لو كنت حلمت ان انا اعمل كده بالظبط ما كانش هيبقى كده. مستر كارلوش كيلوش قال لك حاجه؟ قعد يتكلم معايا، هو كان بيتكلم انجليزي، دي الحته الكويسه ان انا بعرف اتكلم انجليزي كويس، فعارف اتعامل معاه وعارف يفهمني وعايز مني ايه. اول شوط كنت نفسي اجيب جون باي طريقه، يعني لو اتفرجنا على الماتش تاني كنت عمال اشوط بقى فوق ومش عارف ايه وحاول باي طريقه، واصعب واحده اللي جت اصعب واحده جت واحسن واحده يعني حياتي، يعني حاجه عمري ما هنساها. يعني اول لما سافرت بره وكده كان في ناس ما كانتش متقبله قوي ان انت تيجي في المنتخب وكده، كان في تقليل بمعنى اصح من كان في تقليل من بعض الناس يعني في الاعلام وكده، وكان في ناس برضو كانت بتنتقد ان انت يعني مش بتقدم اللي هو اللي الناس مستنياه، فازاي ما كيروش معتمد عليك الاعتماد اللي هو الكامل ده، وان انت ازاي اساسي والكلام الكتير اللي احنا بنسمعه ده،
ده انت اتعاملت معاه ازاي وانت قابلته ازاي؟ انا من اول لما انا سافرت الحاجه الكويسه ان انا جاي من نادي دجله، فانا معليش الضغط بتاع الاهلي والزمالك او اي نادي كبير في مصر ان هم مركزين معايا قوي، انا عملت ايه، انا بلعبش ليه. فانا قدرت اشتغل على نفسي ان انا اوصل لمنتاليتي كويسه ان انا ابقى الثقه في نفسي عاليه وعارف ان اي حاجه هتيجي هوقف قدامها عادي. بالذات بعد اول سنتين في وولزبرج ما كنتش بلعب، فوقتها عرفت خلاص انا لازم اشتغل على نفسي، وكان من اوحش اللحظات في حياتي. فمن وقتها وانا عارف هتعامل مع المواقف دي ازاي. فلما جيت بقى في المنتخب ما اتخدتش واحنا رايحين افريقيا منتخب الشباب والاولمبياد والموضوع اللي انت بتتكلم عليه، كنت انا قبل كده اصلا عديت في الموضوع ده، فكان الموضوع بالنسبه لي خلاص يعني ده قرار المدرب المدير الفني، حاجه مش هقدر اغيرها. وكلام الناس الحاجه الوحيده اللي انا ممكن ابص عليها هي الحاجات الكويسه، يعني الناس هتتكلم عليا بطريقه كويسه هبقى مبسوط، بس لو اتكلموا بطريقه وحشه انا عارف ان انا قدامي شغل ولازم اعمله ومش هركز مع الكلام ده. وفي الاخر الحمد لله يعني لعبت مع المنتخب ووريت للناس ان انا لا انا اقدم مسؤوليه وانا احسن من اي حد ان انا العب في الماتش ده. والحمد لله يعني من وقتها وكروش خد قرار كويس. يعني سر الانسجام بينك وبين إكيتيكي، انت عامل له 3 اسيست هو عامل لك اسيست، ايه هل ده عشان انت ابتديت تكلم فرنساوي ولا ايه؟ يعني في سيرتن هارموني كده بينكم انتوا الاثنين، ايه سببها؟ مفيش سبب معين، حاسس ان احنا شبه بعض يعني حتى بره الكوره احنا بنقعد نسمع اغاني مع بعض، دايما قاعدين مع بعض كاننا عيله صغيره احنا وكذا لعيب تاني يعني. والاحساس اللي هو احنا في الملعب مش بننافس بعض يعني، مع ان احنا الاثنين مهاجمين وعايزين نجيب جوان على قد ما نقدر، احنا في الاول والاخر لو احنا الاثنين لعبنا كويس كل واحد هيبان بطريقته. انت حتى بعد الاسيست، يعني الاسيست اللي انت عملتها في ماتش بايرن ميونخ مش عارف حد خد باله ولا لا، بس الاحتفال اللي انت احتفلته لوحدك كانك انت اللي جبت الجون بالزبط. يعني حد خد باله هو كان واقف عمال يعمل ازاي أيوه. بعيد عن الكوره اساسا، وكان اصلا بيسيلبريت اكتر من السيلبريشن بتاع الجون، بس احتفل معاه بعدها بشويه. ما كنتش قادر اتنفس هو كان بعيد قوي، بس ايوه انا حاسس ان هي دي اهم حاجه، ان هي الفرقه تبقى ان احنا نبقى واحد يعني، عشان انا لو فرقتي بتلعب كويس انا هبان كويس عشان انا اخر خط في الفرقه، فهم لو يعني بيلعبوا كويس وبيدافعوا وبيطلعوا الكور كويس وبتاع انا اللي في الاخر اللي هجيب الجون، في الاخر كلنا هيبقى شكلنا حلو عشان نكسب. فالانسجام ده اهم حاجه بالنسبه لي يعني في الفتره اللي جايه، ان احنا نبقى احنا مش بننافس بعض. طب في ايه مع بايرن ميونخ؟ انت عامل 7 كونتريبيوشنز 3 جوان و4 اسيست. مش عارف في ايه؟ مش قبل كده لما كنا بنلعبهم كان لما لعبتهم قبل كده كذا مره كنا 5-6 و6-7 5-6 4-0 3-0 ومفيش جون مفيش اي حاجه. الحمد لله يعني ان هي ماشيه كده. انت كنت بتقول لنا قبل التصوير ان في يعني تتفرج على فيديوهات معينه، هم حاجه معينه عشان يعني هم البايرن دايما معاهم الكوره فبيضغطوا عالي، الفرقه كلها بتبقى في نص ملعب بيعملوا استحواذ وعشان ما يخسروش الكوره بسرعه فبيطلعوا المدافعين وكل الخط عالي عشان اول لما يخسروا الكوره يعملوا البريس ياخدوا الكوره تاني. فانا عشان اسرع من المدافعين فالموضوع كان اسهل، يبقى اسهل انك تلعب قدامهم، هتقعد تجري مثلا نص ساعه بس هيجي لك فرصه ان هو هيلعبوا كوره طويله وانا هبقى اسرع منهم عشان هم من كتر ما هم عاليين اروح اجيب جون. ده اللي حصل، فيمكن عشان كده الموضوع بيبقى اسهل يعني. سؤال كمان ليا بقى، المدافع بتاع جلادباخ كان مضايقك؟ واضح ان هو يعني كان في ولا انت كنت عايز سنتين؟ هو لسه بيتزحلق. لا كان هو الماتش كله كان ماسكني ف كنت متضايق شويه يعني. كان مضايقك؟ كان مضايقني. خدت طارق في الاخر. الفرق ان انت بتلعب في المنتخب وينج، والفرق ان انت بتلعب في اي فرقه انت بتلعب فيها بتبقى في المعظم بتبقى يا سترايكر او اما يعني مهاجم تاني، ده مأثر عليك في يعني في انت شايف ان انت في المنتخب تحب ان انت تلعب وينج عادي، ولا ان انت بالنسبه لك الاحسن لك ان انت تلعب برضه سترايكر بنفس الرولز اللي بتلعب بيها في الفرقه؟ هي طريقه اللعب اللي في المنتخب غير طريقه اللعب اللي هناك، حتى التمرين اللي هنا غير التمرين اللي هناك، بالذات ان المنتخب ده بيبقى اسبوع ونص، فانت مش هيبقى عندك نفس الافكت بتاع الفرقه اللي انت بتلعب فيها بره عشان انت دايما هناك وبتتمرن. بس انا بالنسبه لي انا كل الاماكن اللي انت قلتها دي بلعبها،
ومبسوط وانا بلعبها. وبالذات في المنتخب احنا بنلعب عشان بلدنا يعني, مش هبص على نفسي انا جبت كام جون ومش عارف ايه. احنا المهم ان احنا ودي فعلا ان احنا نكسب بقى ونوصل لحاجه, نوصل مصر لحاجه عاليه. بس بحاول على قد ما اقدر اللي هو كابتن حسام حسن اللي بيقوله ان انا امشي عليه وان انا احاول الاقي حل. عشان كنت بقول لك اللي هو المدرب هيكرر حاجه انت هتكرر بقى انت هتعمل بيها ايه. يعني هو هيلعبك شمال, انت لو قررت بقى انا مش عايز العب شمال عايز العب قدام هتلاقي نفسك بتلعب وحش. فانا بقبل ان انا بلعب شمال او قدام رقم 9. والماتش اللي فات يعني مش اللي هما اللي لعبوه اللي فات اللي قبله اللي انا كنت بلعب فيه, اول لما مصطفى اتصاب قمت انا طالع 9. فاحسن حاجه ان انا اقدر اقعد اغير في الاماكن عشان ابقى دايما موجود في الملعب. وحتى الجون اللي انت جبته انت جايبه من ناحيه الشمال يعني بالظبط يعني. ايوه فهي دي يعني طول ما انا في الملعب هي دي اهم حاجه. بعد كده بقى يعني فاهم. ايوه فاهم. ايه اكتر حاجه نفسك تحققها في الكوره عموما يعني سواء حاجه فرديه او حاجه مع المنتخب؟ نفسي ناخد افريقيا مع المنتخب عشان بحس ان افريقيا يعني دي اللي احنا كلنا صعبه ودي اللي احنا الجمهور كله مستنيها. مش الجمهور بس, حتى احنا كلعيبه. ودي بتنقلنا في حته تانية خالص. ان انا مش عايز ابقى بقالي مثلا 5 6 7 سنين بلعب في منتخب وما عملتش حاجه. طبعا احنا وصلنا نهائي كل حاجه يعني حاجه كويسه, بس محدش هيفتكر النهائي. اللي هنفتكره هي البطوله. كنت بسال عن الديسيبلين, ازاي بيبقى عندك ديسيبلين انك بدل ما مثلا تبقى عايز تعمل حاجه تسهر وقت اكتر لغايه بالليل والكلام ده كله, ازاي بتقدر تفصل ان هو لا دلوقتي انا لازم انام او اعمل حاجه معينه؟ بتبقى صعب الصراحة يعني. وانا في مصر كان دايما اصحابي بيخرجوا ومش عارف نروح سينما مش عارف ايه, وانا عندي ماتش اليوم اللي بعده. اللي ساعدني في الموضوع ان انا كان عندي هدف واضح قوي بالنسبة لي ان انا عايز اوصل وابقى حاجة كبيرة. اي حاجة هتيجي جنب الهدف ده ماليش دعوة بقى. اصحابي مثلا ابويا وامي عايزين مثلا ننزل ناكل بالليل وانا عندي ماتش اليوم اللي بعده, ما فيش. فتقريبا الموضوع ده بتتعلميه لما تكوني انت حاطه قدامك هدف وعارفه الهدف كويس قوي. اول لما تبقي خلاص في دماغك انت عايزه توصلي للهدف ده, اي حاجه هتيجي على الهدف هتبقى بالنسبه لك يعني ملهاش لازمه. عشان كده الديسيبلين ده بالنسبه لي هو من اهم الحاجات يعني في اي مشوار, مش بس الكوره يعني. لو شغل, لو عايزين تفتحوا مثلا براند, اي حاجه, الديسيبلين ان هو انا هشتغل وهعمل شغلي, كل اللي بره اللي حواليا مش هيأثر. دي اهم حاجه. ما شاء الله بتتعلم لانجوجز كتير وبتبقى فلوينت فيها في وقت مش كبير يعني. ازاي بتقدر تعمل ده؟ عشان بحس ان الواحد يتعلم لانجوج جديده بتبقى حاجه صعبه قوي. انا قعدت اول 6 شهور مش عارف اتعامل مع الناس يعني, مش عارف اطلب قهوه حتى. فكنت مضطر ان انا اتعلم, وما كانش معايا حد في الفرقه بيتكلم عربي, كانوا بيتكلموا انجليزي خفيف. فلما كنت بتعلم كنت بتكلم على طول. وانا بحس ان اهم حاجه لو حد بيتعلم لغه ان احنا نقعد نتكلم. انت مثلا بتتكلم اسباني, هحاول اكلمك اسباني فانت يعني هتصحح الغلط اللي انا بعمله, فالمره الجايه هفهم. انا عايز اتعلم دلوقتي فرنساوي بقى. كابتن شوقي غريب كان بيقول انك كنت بتتحج زمان بالاصابات عشان ما تجيش المنتخب, ده كان الكلام ده ايه صحته؟ لا ما اعرفش يعني هو كان شايف ايه وقتها. بس تقريبا الموقف كله واضح اللي كان بيحصل. بس انا ده في الاول اخر قراره يعني ان هو ياخدني او ما ياخدنيش. الحمد لله دلوقتي كان هدفي ان انا العب في المنتخب الاول ووصلت له. لو دلوقتي انتوا فضلتوا ماشيين زي ما انتوا المفروض في منافسه على الدوري الالماني, لو هتختار بين اتنين دوري اوروبي او الدوري الالماني هتختار انهي تفوز بيه او تنافس عليه بقوه اكتر؟ اليوروبا ليج يعني. سؤال صعب قوي ده. حاسس الدوري الالماني عشان كنادي هم لسه كاسبين الدوري الاوروبي من 2 أو 3 سنين تقريبا, وبقالنا مش عارف كام سنه ما كسبناش الدوري. 51 اظن من سنه 51. اعتقد ليفركوزن لما كسر القاعده بتاعت البطل. أيوة دي كنت لسه اقول يعني الدوري الاوروبي كل سنه فرقه مختلفه بتكسبها. بس عندنا في المانيا احنا عندنا عقده من بايرن ان هم كل سنه بياخدوا الدوري. فانت الدوري لما تاخده تبقى بقى حاجه اللي هو مش طبيعيه. فتقريبا الدوري. ميرسي جدا يا جماعه, ومعلش ان احنا وقتنا سريع, بس انتوا برضه
خدتوا وقت كويس وكل واحد سأل كذا سؤال. فنحب نشكر كابتن عمر ان هو كان معانا النهارده وناخد صوره يعني كده معاه، وان شاء الله يبقى فيه لقاءات اكتر من كده بعد كده. انا مبسوط قوي ان انت هنا وانتوا كلكم اهم يعني من اهم الحاجات بالنسبه لي، السبورت ده دايما اللي انا محتاجه، وانا مبسوط ان انا قاعد معاكم يعني. حاجات كتير في الملعب، بس اكتر حاجة الفترة اللي هو مر بيها في الاحترافية بتاعته علمني حاجات كتير، وجهز لي ان هو مهد لي ايه اللي هيحصل لما سافر، ومساعدني ان انا اقدر اتعامل مع كل المواقف اللي انا هقابلها في الاحتراف على المستوى الفني والثقة. يعني اداني ثقة كبيرة لما كنت جاي المنتخب، كنت لسه اول معسكر ابقى موجود فيه، الثقة اللي هو الدهاني خلتني ابقى لعيب تاني مختلف. فيتوريا على المستوى التكتيكي كان هو يعني على المستوى التكتيكي عالي جدا، اتعلمت منه حاجات كتير. صلاح كذا حاجة صراحة، ازاي ان انا اقدر اتعامل مع كل المواقف واوصل لحاجة واحلم ان انا اوصل لحاجة وفعلا ان انا احقق حاجة زي كده، غير الاحترافية بتاعته طبعا، تمرينه في الملعب، تمرينه بره الملعب، الاهتمام بالاكل والنوم وكل الحاجات دي، لعيب مثالي طبعا. اتعلمت ازاي يبقى في عندي ثقة في نفسي، ان انا اكون كان وقتها كان عندي 17 سنة او 16 سنة، بلعب ناس اكبر مني بكتير، فازاي ان انا يبقى عندي ثقة في النفس ان انا ابقى قادر ان انا اقف جنب اللعيبة الكبيرة دي والعب وسطهم. المنتاليتي، ان انا قعدت سنتين ثلاث سنين بمر باصعب بمواقف صعبه جدا، ساعدتني ان انا ابقى اللعيب اللي انا موجود، ان انا ابقى اللعيب اللي انا فيه دلوقتي. فضل كبير قوي عليا يعني، تقريبا هو سبب من الاسباب ان هو ان انا وصلت اللي انا وصلت له. كنت انا وقتها في الناشئين عامل شغل كويس، وفعلا كارتيرون جه اتفرج وعملوا لي زي بلان كده مع الفريق الاول، الحمد لله نجح. كان الوقت ده كنت لسه طالع الفريق الاول، وجلازنر من احسن المدربين اللي انا اتعاملت معاهم، بسبب انا كنت المفروض امشي من النادي، هو قعدني في النادي. وقتها كان في اصابات كتير فعلا، وعشان كده انا كنت اصلا موجود، بس انا قلت له باك يمين يعني مش حتتي خالص. يعني احسن ما اقولش حاجه عن الموضوع ده. يعني تقريبا الموضوع واضح. شرف ليا طبعا كابتن فضل، نادي الاهلي، نادي الزمالك، نوادي كبيره في مصر، بس انا كان بالنسبه لي من بدري وانا كان موضوع الاحتراف ده اهم حاجه بالنسبه لي. كاس العالم، زيدان، دروجبا، امام عاشور، عمر مرموش، صلاح، فالكاو، أبدأ ببنزيما وليفاندوفسكي على الدكة وهاري كين بره خالص. بوفون، هبدأ بوفون، نوير على الدكة، وكاسياس بره. هبدأ براموس وهقعد كليني وهطلع فان دايك. انيستا يبدأ، بيرلو على الدكة، ومودريتش بره. ابو تريكا يلعب،
و صعب قوي. حازم امام وعبد الله السعيد دك. مش عايز استبعد اي حد من الثلاث لعيبه يعني توب. يعني تقريبا ابويا بيحب ايجيبشن لاين فاقول ايجيبشن لاين. ان احنا ناخد الدوري بالاهداف اللي انا جبتها وابقى هداف الدوري. فيروز 9. الموسم ده اللي بتاعت الدوري الاوروبي البيضا 7. فترة أول لما سافرت في وولزبورغ كانت صعبة قوي بالنسبة لي، علمتني حاجات كتير فادتني في مسيرتي الاحترافية. محمد صلاح. أنا واحد منهم أكيد. ومصطفى محمد. بالنسبة لي تريزيجيه. أنا لبس يعني لبس ستايل أكيد طبعا. منعم هيكسر أي حد.